مات اللي يجيبه. شو كنت عم تعمل عند ابو حدو؟ ابو حدو مريض، حرارته مرتفعه، رحت لعنده فحصته. ايوه، شو طلع معه؟ طلع معه لك يا ابو عبدو مرض الحريره. مرض الحريره؟ شو المرض هذا؟ اول مره بسمع فيه. الله لا يدوقك يا ابو عبدو. امين. ودخلك هذا المرض معدي لقديبه؟ لا، ما له معدي. ومن شو بيجي هذا المرض؟ من كثر التفكير والهم لك ابو عبدو، يعني بدك تقول ناحيه نفسيه. اي انا كل يوم بفكر ما في هيك مرض. ايه معناها لازم تاخذ عطله. اخذ عطله من التفكير؟ ودخلك ابو حدو بشو عم بفكر؟ بصراحه ما بخفيك ابو عبدو، ابنه حدو قال لي هو اخذني لعند ابوه انه وينها الكبير مكلوب مهمه نقل سلاح على الاوضه. ايه شو ايه؟ ابو حدو خرطي لك، ما لو عرفان شلون بده يهرب من القصه. لك خايف الفرنساوي يلاقوله برات الحاره لك ويخرطوه شي رصاصه. ايه مو على اساس صرعتونا فيه وعملتونا يا بطل؟ بس بتعرف ديبو جبتها. شو هي اللي جبتها؟ لا ولا شي. ايه ديبو شرفتنا، ابقى عيدها. خلينا نكفي كاس الشاي ابو عبدو. الشايات اكثر من الرايحات ديبو، ابقى عيدها. انت دائما انا بنبسط بجيتك لعندي. حول ولا قوه الا بالله. ميت اهلين سهلين. هذا الشايات انت مضايق.